الكوتشينه، هنعمل ايه دلوقت؟ حافظ ومش فاهم يا ابني، الضمنه هي اللي بتقفل مش كوتشينه. يا عم ضمنه كوتشينه، المهم احنا هنعمل ايه دلوقت؟ انا بقول ناخد شقه في بطن البقره عشان نبقى جنب هايدي لحد ما نشوف الموضوع ده اخرته ايه. والله عندك حق، بدل ما نخرجها من اللي هي فيه نروح نتحبس معاها انا وانت يا عم. هتعمل عاقل عليا انا؟ يا عم ما هو ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم برضه. صباح الخير. ايه؟ محدش هيقول لي اتفضل ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور نادر. هو انت مش قلت انه اتخانق معاك اخر مره رحت له فيها؟ ابو طالب بيه، انا جاي اعتذر لك عن اي حاجه حصلت مني في الفتره اللي فاتت. نو بروبلم، ما حصلش حاجه. انا جاي عايز اوراق القضيه بتاعت هايدي. انا همسك القضيه تاني وان شاء الله مع بعض للنهايه، للبراءه ان شاء الله. انت بتتكلم جد يا نادر؟ طبعا جد. شايف نادر ده؟ بقولك ده تربيتي انا، تربيتي انا. انا متشكر قوي يا نادر، مش عارف اقولك ايه، اشكرك ازاي يا رب. انا تشرب ايه؟ الله هاجر، انا اسف يا الله، انا مدب، معلش يا الله، سامحيني والنبي يا الله، يعني ارمي نفسي من هنا؟ تتجوزيني يا الله؟ وانا شكلي عملت حاجه ولا ايه؟ اصل انا شفت الحركه دي في فيلم تركي قبل كده. تقبلي مني دي يا الله؟ واول ما ربنا يكرمني هروح لاخوكي واطلب ايديكي واجيب لك احلى شبكه. احلى شبكه؟ امال دي ايه؟ اتفضلي شوفيها، دي مفاجاه. تاني سيدي هيا تاني. ايه دي؟ دي احلى اغنيه اخطبها بيها، وانا شكلي غلطت تاني ولا ايه؟ لمها كده وتفتتي يعني. دول العيال دي بالراحه يا عمنا هتموتها فين؟ في ايه؟ 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 عمل ايه يا باشا؟ واخدينهم على فعلا يا باشا؟ يا باشا يا باشا في ايه؟ طب بلاش هما، طب يقولوا هما هيما عمل ايه؟ يا باشا يا باشا في ايه طيب؟ خلاص انت يا ست هاني، شوفي اللي ظابط بتاعك قبض على هيما ليه؟ بقول لك ايه، خلي بالك انت هتروحي في 60 دقيقه لو هيما قال له حاجه. يا دي المرار الطافح، هو هيما كمان عارف الموضوع؟ هو اكيد قبض عليه عشان حرق المحل. وماله هيما بس ومال حرق المحل؟ ولا هو افترى ولا بجدت وخلاص؟ هو انت عشان رجعتي تكلميه هتتخانقي معانا ولا ايه يا كوريا؟ لا يا ست هايدي لا، الواد هيما واد مشجع ما يعملش العمله السودة دي. شفتي هو بيقول لك اهو، وبعدين ما رجعتش اكلمه ولا حاجه، انا بس حقناه وبقول الحق، هيما مالوش في حرق محلات. الحقي كلمي الظابط بتاعك قبل ما يهفلك معاه بكلمه كده ولا كان انت اللي هتشيل الطين. انا مالي انت حر. كلميه يا ست هايدي، خير البر عاجله. الحمد لله على السلامه يا دكتور، المكتب منور بحضرتك، والله كنت وحشنا قوي. الله يسلمك، ميرسي جدا، وانتوا كمان كنتوا وحشيني جدا. يلا معلش احنا ضيعنا وقت كتير، بس برضه لسه قدامنا وقت. عايز كل واحد فيكم يحضر لي اوراق وملفات وتقارير بكل القضايا اللي معاكم، علشان هرجع اشتغل معاكم زي زمان ولا نسيتوا؟ اصرفي لنا نص شهر. حاضر. احنا داخلين على شغل جامد جدا يا جماعه، جهزوا وشد حيلكم. شكرا يا دكتور. شكرا. الو، صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا حبيبتي. علاء انا كنت عايزه اطلب منك طلب صغير. خلصي. طلب صغير قوي كده يعني. اتفضلي تحت امرك. الواد هيم ابراهيم اللي انت قبضت عليه من شويه. سيبي لنا الموضوع ده، انا العيال دي عارف ديتها واعرف اتعامل معاهم كويس. هي قرصت ودني وهتلاقيهم كلهم جم تحت رجلك. لا لا، بس هو ابراهيم ما عملش حاجه. مش كان خاطب قريبتك وسابها؟ ممكن يكون بينتقم. هما رجعوا لبعض، وانت عارف يعني انا مش عايزه مشاكل معاهم. حاضر يا حبيبتي، هخرجه، اعمل لك اللي انت عايزاه. ميرسي، متشكره قوي يا علاء، ميرسي بجد. العفو. فكرت في الموضوع بتاعنا؟ لا لا، لسه انا هفكر واكلمك. وبعدين انت مستعجل قوي كده ليه؟ انا مستعجل جدا طبعا. طيب روح انت دلوقتي وانا هكلمك. باي باي يا علاء. هيخرج، ارتحتي بقى؟ ايه وانا ارتاح ليه؟ خلي بالك انا عامله كل ده بس عشان قلقانه عليك، خايف عليكي من الكلابوش. كلابوش؟ الله
كنتي يا نوال. لا ده انت نوال بجد. امشي امشي يا ولاد الكلب، امشي امشي يا ولاد الكلب، امشي يا ولاد الكلب. ما شاء الله يا خرابي عليكي وعلى جمالك يا دي البت. ايه اللي جرى لك يا بت؟ ما شاء الله عليكي، رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتك، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثاني هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بت رحت فين وجيتي منين؟ ما تسأليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوك؟ عاوزه سوكه في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بيه؟ هقول لك على كل حاجه، بس دلوقتي عايزه سوكه عشان جايبه له شغلانه، انما ايه لوز. واد يا سوكه يا ولا، يا سوكه يا ولا. ايه ياما في ايه ياما؟ سرعتيني. تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبله نوال؟ اه يا واد، القبله نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبله نوال ولا اقول لك حاجه؟ نط يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانه كده، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. اه الفلوس والحاجات دي عشان انا مديره الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه قبله نوال. الله يسلمك يا سوك. بص بقى، انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. اه بس طاعون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه، مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقة اليابانية؟ أيوة يا أم كباريه. المهم يا سوكا لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. آه يا أخويا، إحنا دلوقتي خرجنا برا المنطقة، يعني أنت عارف المصريين مع بعض في الغربة بيعملوا إيه؟ آه يا أختي. طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وأنت إن شاء الله هتشتغلي إيه يا حبيبتي؟ فتاحة. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي عاد يا ام تفتح له حاجه ساقعه. فتح له حاجه ساقعه، اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكا، ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاه. تأمريني قبل نوال؟ بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. اه وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتاحه كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. اه طيب معلش، شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خشي شوف امك، بانها بتطلع في الروح. ايه يا نهار ابيض؟ ماما ماما حنينة قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه؟ سنجتي وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ اه حلو. يو ما تصبر الا على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفرة كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع، انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البت هاجر ما انت عارف، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني، بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهوانه يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خاطر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبدكي وتوق اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟ اه المعلم سلومه هو اللي زقق العيال.
سلوكة؟ سلوكة ايه؟ اسمه سلومة. حاجة غريبة جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصة، وبقولي للباشا بتاعك كبدكي بيقولك يا ابو دبورة ونسر وكاب المعلمة مش عاوزة كتاب. سلام. سلوكة، سلوكة ايه؟ هو انت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبورة بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو، بتصل بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاين وهابي يون اير، وحشاني ابو الهجر. بطل بكش يا سكه واسمعني كويس. الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطر يا سكه خليه يجي يتبرع لها بالدم. الست حالتها خطر قوي. مسافه السكه واجيله. ايه في ايه؟ في ايه انا؟ يا الحكومه اتجننت ولا ايه؟ انا هو في ايه انا؟ مالك يا كبداكي؟ يا كبداكي في ايه؟ في ايه يا سوق؟ في احد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه. يا عم حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه يا غدا. ست نصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنقذ حياتها. الطهط يا سوكا دم ايه اللي هروح اتبرع بيه؟ وانا عند اهلي دم اصلا. سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لما روحتش ست نصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولى؟ عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي، عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك، انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست نصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش. معلش ونبقى يلا قوم يا صاحبي. ايوه يلا كبداكي كبداكي. صدقني يا سعاده الباشا، انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات. وحرقوا ليه عدم المؤاخذه؟ هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا، انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دافع لكم يا ابني انت اهو؟ معلم سلومه باشا، جالنا في ام الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه، وقال لنا اسكت مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه، احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. حاضر باشا. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. حقي هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر. هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم. ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى، بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان يلا اتفضل. يلا يا سوك، يلا يا ابراهيم، يلا بسرعه. اه يلا يا فاطمه. يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه. بالراحه يا فاطمه، بالراحه. منورة نجوان. الو. مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعاء للحضور في اسم شرطة مصر القديمة حالا. استدعاء ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله، ايه مالك مالك؟ خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده. وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء؟ ما تفهمني. احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعدي عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز. بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب، مش مهم. خلاص مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم، انا مش عايز اعمل محاضر ولا حاجه. خلاص انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟
انت تصرفاتك غريبة ليه؟ علاء انا ضيفة هنا عند كوريا قريبتي يعني وما بقاليش كتير، فانا مش عايز اعمل مشاكل مع حد ولا عايز اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي سلوكة ده وانا خلاص من سمح. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجودة عشان احميكي. مالها لازمتي ايه؟ بقولك مش عايزة يعني مش عايزة يا علاء في ايه؟ هو بالعافية؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفة يا علاء معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيرة قوي في حياتي وكنت متخيلة الحياة هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني معلش، حقك عليا. خلاص يا ست انا مش زعلان، هعملك اللي انت عايزاه بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهاردة بعد ما اخلص شغل ونروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ عامل لك مفاجأة. لا مفاجأة ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعدي عليك بنص ساعة عشان تلحقي تلبسي وبعدين حاجة اختك. طيب يلا ماشي. انا مش عارفة اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيلة دم ماما نادرة جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامة. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكرة، نجوان. مرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقلكيش كتير برا مصر. شكل كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه اصل انا ما قعدتش برا مصر كتير. تتعرفي واحدة اسمها هايدا ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدا ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي، منوره مصر يا نجوان. هو احنا رايحين على فين؟ عامل لك مفاجاه. وعامه خلاص احنا قربنا نوصل. مالك ساكته ليه؟ لا مفيش. مفيش خالص. طب ما تتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم اقول ايه؟ اي حاجة. احنا من ساعة ما خرجنا وانت ساكتة. بعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام. ما انا بتكلم اهو. انت متضايقة من حاجة؟ لا لا خالص خالص مفيش. تعالي على بيت اتفضل. اتفضلي. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلتلك عليها. تعالي بس تعالي يلا يلا. ازيك يا عم سالم؟ تعالي تعالي ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ست هقولك. انا ساكن في العمارة دي، انا ووالدتي، الدور الثالث الشقة اللي قدام الاسانسير، هي عزماكي على العشاء وعايزة تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ عشاء. هي بصراحة قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتأخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف مش عارف يا علاء معلش، انا لازم اروح. تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقول لك ماما عزمانة على العشاء، وبعدين دي قاعدة بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك، وبعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه؟ انا عايزة اروح. بقول لك ايه، انا كده ما عدتش فاهم حاجه، وانا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لا، اقول لك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا. عرضت عليك الجواز وعماله تتوهي في الموضوع، سالتك مره واثنين وثلاثه، في الاخر اللي بتقولي لسه ما فكرتش. دلوقتي بقول لك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضو لا. هو في ايه؟ انا مش منقول من هنا غير لما افهم في ايه. مش هينفع يا علاء والله ما هينفع، عشان خاطري والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطلي عياط وتفهميني في ايه؟ وانا بقولك انا عدوك؟ انا بقولك انا بحبك. كل عايز افهمه مالك؟ فيكي ايه؟ انا احكي لك على كل حاجه. ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في اي حته؟ حاضر. اتفضلي. انا احكي لك على كل حاجه. بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. أنا بحبك يا علاء. أنا هجاوبك على كل الأسئلة اللي في دماغك،
أو اللي ممكن تيجي في دماغك. أنا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبة كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وأنا أنت مين؟ أنا هايدي، هايدي أبو طالب.